الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعونا من الميدان من تلفزيون المستقبل. وفي العناوين: وفجأة التفت إلي وقال: تعرف فؤاد، صرنا مكتشفين كذا محاولة لاغتيالي من حزب الله. السنيورة: وفي اليوم الثاني من شهادته في لاهاي يكشف عن محاولات لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من قبل حزب الله. توقيف الإرهابيين عمر وبلال ميقاتي للاشتباه بتورطهما في الاعتداء على الجيش وبذبح أحد العسكريين المخطوفين. مصرع 148 شخصا في تحطم طائرة ركاب ألمانية فوق جبال الألب الفرنسية. وفي النشرة تتابعونا في الاقتصاد: اليونان ستقدم حزمة إصلاحات إلى شركائها على أمل الإفراج عن مساعدات. أهلا بكم. الخبر الأبرز اليوم تمثل بالكارثة الجوية التي أدت إلى مصرع 148 شخصا في تحطم طائرة ركاب ألمانية فوق جبال الألب الفرنسية، فيما الداخل المحلي انشد إلى خبر توقيف الجيش الإرهابيين عمر وبلال ميقاتي للاشتباه بتورطهما في الاعتداء على الجيش وبذبح أحد العسكريين المخطوفين. وكذلك إلى اليوم الثاني من شهادة رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي، حيث أعلن أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري أسر له أنه تم اكتشاف عدة محاولات لاغتياله من قبل حزب الله. للاطلاع على الأجواء المحيطة بإفادة الرئيس السنيورة ينضم إلينا مباشرة من لاهاي مراسلنا شربل عبود. تفضل شربل. نعم، بالفعل كما ذكرت اليوم الخبر الأبرز هو ما أعلنه الرئيس فؤاد السنيورة في اليوم الثاني من الإدلاء بإفادته هنا في لاهاي أمام غرفة الدرجة الأولى بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان. هذا الكلام هي المرة الأولى التي يقال فيها ويسمع داخل هذه المحكمة كلام نقله الرئيس فؤاد السنيورة عن الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وكان قد أخبره إياه. لا يذكر الرئيس السنيورة بالتحديد التاريخ، إنما يعتقد بأنه في أواخر العام 2003 بداية العام 2004 حينما قال له الرئيس الحريري بأنه تم الكشف عن عدة محاولات لاغتياله من حزب الله. هذا الكلام هو ربما أبرز ما سجل اليوم في إفادة الرئيس فؤاد السنيورة الذي واصل الإجابة على أسئلة فريق الادعاء والتي انتهت قبل ساعتين تقريبا من الآن. إذن الرئيس السنيورة كشف ما أسر له الرئيس الحريري وتحدث أيضا عن بعض العلاقات الدولية التي نسجها الرئيس الحريري وقدرته على التواصل مع زعماء دول رؤساء وملوكا ورؤساء حكومات. على كل نتابع وإياكم في هذا التقرير تفاصيل وأبرز ما جاء في الجلسة الصباحية لهذا اليوم. هو تحدث عن أمر صرنا مكتشفين كذا محاولة لاغتيالي من قبل حزب الله. لمرتين قالها الصديق المقرب من الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكاتم أسراره الرئيس فؤاد السنيورة: حزب الله حاول اغتيالي مرات عدة. هي إذن بحسب المتابعين الشهادة الأقوى حتى اللحظة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من شخص كان بحسب ما قال يرافق الرئيس الشهيد منفردا في سيارته وبشكل دائم. في كثير من الأحيان كنت أكون معه في السيارة منفردين في كثير كثير من الأحيان، كان ذلك في زيارات أم كان ذلك في الذهاب لحضور جلسة مجلس الوزراء أو أكثر من ذلك في العودة من جلسات مجلس الوزراء، كنت أكون إلى جانبه وهو يقود السيارة ونكون منفردين. مرة واحدة، لا أذكر التاريخ ولكني أذكر الحادثة وكأنني أراها اليوم، كان يقود السيارة وأنا إلى جانبه، نتحدث في أمور عديدة سياسية وغير سياسية،
وفجأة التفت إلي وقال: تعرف يا فؤاد، صرنا مكتشفين كذا محاولة لاغتيالي من حزب الله، كان ذلك مفاجئا جدا لي. وساد بعدها صمت ثقيل، لم يعقب على ذلك ولم أسأله أي سؤال يتعلق بهذا الأمر. المحكمة الدولية عرضت لشريط فيديو يظهر جلوس الرئيس الحريري في الصف الأول إلى جانب أكبر رئيس دولة في العالم آنذاك، الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، في مؤتمر في دبي، وهو ما عقب عليه السنيورة قائلا إن الرئيس الشهيد كان شخصية كاريزماتية يمكنه بأي لحظة التواصل مع أي ملك أو رئيس أو أمير. ومن هنا تتابع الحديث عبر ذكر مرافقة الرئيس الحريري في سفراته من قبل الإعلاميين باستثناء سوريا التي كان أحيانا يزورها من دون رفقة إعلاميين. وفي هذا الإطار وصل السنيورة شهادته حول الممارسات السيئة للنظام السوري تجاه الحريري. الرئيس السنيورة تحدث كذلك عن آخر ليلة أمضاها إلى جانب الرئيس الشهيد قبل استشهاده، متطرقا إلى مسألة توقيف أشخاص من جمعية بيروت للتنمية في إطار ما عرف بقضية زيت الزيتون. فجأة وأنا لدي طرق الباب ودخل أبو طارق يحيى العرب الذي هو مرافقه، وقال له: أنا جيت شفت أبو عبده وسلمت الغرض. قال له: طيب شكرا. حقيقة لم أره يوما في حياتي مثل ذلك المنظر، كان وجهه أسودا يعبر عن مدى ألمه وغضبه في تلك الليلة. فهمي أنني استنتجت أنه سلمه يعني ما يسمى مبلغا من المال. كنت أسمع من بين حين وآخر أن هناك مساعدات تقدم للسيد رستم غزالي. نعرف أبو طارق وأعرفه جيدا جيدا، وبالتالي كان بشوشا، كان يميل إلى 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 الفكاهة، إلى لا، كان جوا مقبضا يعني فيها قدر كبير من التنشن، التوتر. كان الرئيس الحريري يحاول أن يتقي العسف والإساءة التي يمكن أن يقوم بها تلك المجموعة من أفراد النظام الأمني السوري، ولذلك كان يرى في ذلك يعني ضرورة مضطرا إليها، ليس من طبعه أن يلجأ إلى هذا الأسلوب، ولكنه كان يرى أن بهذا الأسلوب هو الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تساعد في تخفيض مستوى الأحقاد التي كانت تتفجر من هنا وهناك ضده من قبل هؤلاء الأشخاص. بعد ذلك رد رئيس السنيورة على أسئلة الممثل القانوني للضحايا وأعطى مطالعة عن الأحداث التي أعقبت جريمة اغتيال الرئيس الشهيد، مشيرا إلى أن طلب إنشاء المحكمة الدولية قد اتخذ في كرايتم من دون تدخل أحد. يومها أصبت شخصيا بإغماء مما استدعى دعوة أحد الأطباء لعيادتي في مكتبي، وبعد ذلك ذهبت إلى منزل الرئيس الشهيد رفيق الحريري. الرئيس السنيورة شدد على أنه جرى العبث بمسرح جريمة العصر بعد وقوعها، مؤكدا أن الغالبية الساحقة من اللبنانيين هم مع المحكمة الدولية. ولاحقا بدأ ممثل مصالح المتهم حسين عنيسي استجواب الرئيس السنيورة.
إذن بالإضافة إلى ما قاله الزميل ربيع شنطة في هذا التقرير، أضيف إلى أن يعني توضح لدينا بأن هناك يومين من الاستجواب المضاد، هما يومي الأربعاء والخميس، على أيضا أن يكمل فريق الدفاع عن عنيف استجوابه المضاد في جلسة بعد الظهر، ولا نعلم إذا كان سيكون هناك من الوقت لمزيد من فرق الدفاع لتبشر باستجوابها المضاد، ومعظمها طلب وقتا قصيرا يعني باستثناء المحامي قرقمز الذي طلب يومين للاستجواب المضاد. على كل طبعا نحن نواكب هذه الإفادة ونوافيكم بأي جديد من لاهاي. أود شكرا لك، كنت معنا مباشرة من لاهاي. من لاهاي إلى جبال الألب في فرنسا، ففي حادث جوي مأساوي جديد لقي 148 شخصا غالبيتهم من الجنسية الألمانية حتفهم حين تحطمت طائرة ركاب ألمانية كانوا على متنها فوق جبال الألب. مسلسل الكوارث الجوية حط رحاله هذه المرة في جنوب شرقي فرنسا، وتحديدا في جنوب جبال الألب، حيث تحطمت طائرة ركاب ألمانية من طراز إيرباص 320. الطائرة المنكوبة تابعة لشركة جيرمان وينجز المتفرعة عن لوفتانزا، وكانت في رحلة بين مدينتي برشلونة الإسبانية ودوسلدورف الألمانية، ولكن القدر كان بالمرصاد ل 148 راكبا كانوا على متنها، بينهم 6 من أفراد الطاقم، وعلم أن غالبية الضحايا من ألمانيا وبينهم ركاب من إسبانيا. الطائرة اختفت عن الرادار بعد توجيه نداء استغاثة، ليتبين لاحقا أنها لم تصل إلى وجهتها النهائية وتحولت إلى ركام فوق جبال الألب. وقد رصدت مروحيتان تابعتان للدرك الفرنسي حطام الطائرة في منطقة وعرة بمقاطعة الألب العليا على ارتفاع 2000 متر، وإلى هناك توجه وزير الداخلية الفرنسي برنار كازونوف لتفقد الموقع. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، وبعدما أبدى تضامنه مع أهالي الركاب، استبعد وجود ناجين على متن طائرة الإيرباص، معلنا تشكيل غرفة عمليات للعمل مع السلطات الإسبانية والألمانية على كشف أسباب هذه الحادثة وملابساتها. يشار إلى أن هذه الكارثة الجوية هي الأولى من نوعها في فرنسا منذ 15 عاما. في إنجاز نوعي جديد، تمكنت مخابرات الجيش من إلقاء القبض على الإرهابيين عمر وبلال ميقاتي المشتبه بتورطهما بالاعتداء على الجيش وبذبح أحد العسكريين المخطوفين. موقع صحيفة السفير أعلن عن توقيف الإرهابيين أن توقيف الإرهابيين تم على حاجز لمديرية المخابرات في منطقة حربتة قضاء بعلبك. ونقلت عن مصادر أمني قوله أن الموقوفين عبرا حاجزا للجيش اللبناني عند أحد مداخل بلدة عرسال، حيث استعملا هويات سورية مزورة، في حين كانت قوة من المخابرات ترصد تحركاتهما إلى أن تم توقيفهما والكشف عن هويتهما الحقيقية، موضحا أنهما استعملا أكثر من سيارة خلال انتقالهما من عرسال إلى اللبوة. نجحت مخابرات الجيش في توقيف أحد أخطر الإرهابيين المدعو عمر ميقاتي والملقب بأبو هريرة، إضافة إلى توقيف الإرهابي بلال ميقاتي الملقب بأبو عمر الطرابلسي، وهما ينتميان إلى أحد التنظيمات الإرهابية ومن المشاركين في الاعتداءات على الجيش وفي عمليات إرهابية داخل الأراضي اللبنانية، كما يشتبه بتورط أحدهما بذبح أحد العسكريين المخطوفين، وقد بشر التحقيق معهما بإشراف القضاء المختص. عمر ميقاتي الملقب بأبو هريرة هو ابن المدعو أحمد ميقاتي، الذي ألقت مخابرات الجيش القبض عليه في تشرين الأول من العام 2014. عمر كان بايع داعش المتطرف، وصدرت بحقه مذكرات توقيف عدة لمشاركته في أعمال تخل بالأمن. ومع بدء تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس، هرب ميقاتي إلى القلمون السورية، لكن وقبل معركة عرسال بأسبوعين شوهد في إحدى المناطق الشمالية، ثم اختفى ليظهر في فيديو إلقاء القبض على أحد جنود الجيش وفي فيديو ذبح الرقيب علي السيد في جرود عرسال. أما بلال ميقاتي الملقب بأبو عمر الطرابلسي، هو ابن عم عمر، شارك في القتال داخل سوريا وتحديدا في القصير والحصن، إلى جانب مجموعات خرجت من طرابلس وعاد وشارك في الاشتباكات التي جرت في الأسواق الداخلية في عاصمة الشمال ضد الجيش، وبعد ملاحقات أمنية لجأ إلى سوريا عبر عرسال، وتردد أن بلال هو من ذبح الجندي علي السيد، وذلك من خلال مطابقة الصور التي نشرت حينها بصورة ميقاتي.
يواصل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق زيارته السياسية والأمنية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث أطلع المسؤولين الذين التقاهم على ما يقوم به لبنان في مواجهة الإرهاب ودعاهم إلى مساعدته في هذا المجال. من واشنطن مها حطيت. بدأ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن بلقاء مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية جيمس كامي في مكتبه. اللقاء الذي وصفه الوزير المشنوق ممتاز تم خلاله عرض المستجدات والتطورات الأمنية التي يشهدها لبنان، وفي هذا الإطار أثنى كامي على عمل وزارة الداخلية وتحديدا الإنجاز التي قامت به القوى الأمنية في سجن رومي. كان هدف الزيارة هو مزيد من التنسيق بين الأجهزة اللبنانية وبين الـ FBI لمكافحة الإرهاب بكل معانيه وأوجهه، والأهم أنه بحثنا سياسيا أيضا بالتطورات بالمنطقة، ووعد أنه رح يزيدوا فترات التدريب للضباط اللبنانيين وللعناصر المختصة، وحيساعدونا كمان بتطوير تقنياتنا بالحرب الاستباقية اللي هي أهم عنصر بنجاح بهذا النوع الجديد من الحروب. وقبل اللقاء جال وزير الداخلية على مركز التدريب التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالية، حيث اطلع والوفد المرافق على آلية العمل والتقنيات المستعملة. لقاء ذا الطابع سياسي عقده وزير الداخلية مع عضو الكونغرس من أصل لبناني دار العيسى، ومعه مجموعة عمل من البرلمانيين الأمريكيين العاملين لأجل لبنان وبعضهم من أصل لبناني. حضره سفير لبنان في واشنطن أنطوان شديد. الوزير المشنوق وضع الحاضرين في صورة الأوضاع التي يشهدها لبنان والخطوات التي تتخذها الحكومة ووزارة الداخلية لتحصين لبنان والحفاظ على أمنه واستقراره. كان لقاء اطلعت خلاله من الوزير على تطورات الأوضاع الأمنية والتحديات التي يفرضها وجود النازحين في لبنان. كان اجتماع ممتاز، ووعدوا بالعمل من خلال الإدارة الأمريكية بدعم خطة لبنان بمؤتمر الكويت للدول المانحة، وبالاستمرار بدعم المؤسسات الأمنية وعلى رأس الجيش اللبناني. العلاقات اللبنانية الأمريكية عرضها وزير الداخلية مع مجموعة العمل من أجل لبنان، وهم أمريكيون من أصل لبناني ينشطون في الكونغرس الأمريكي لدعم لبنان. وخلال اللقاء حث المشنوق المشاركين على السعي لتأمين المساعدات التقنية للأجهزة الأمنية لتقويتها في مجال مكافحة الإرهاب. ملفات كثيرة يحملها وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى واشنطن فيطرحها خلال الزيارة التي تستمر 4 أيام، وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها وزير الداخلية إلى واشنطن منذ سنوات. زيارة أمنية سياسية يقوم بها وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى واشنطن، الهدف منها إعادة وزارة الداخلية إلى الخريطة الدولية والتأكيد على أهمية الدور الذي يلعبه لبنان في مكافحة الإرهاب. من واشنطن مها حطيت، تلفزيون مستقبل. أوضح مكتب وزير العدل اللواء أشرف ريفي في بيان أن بعض وسائل الإعلام نشرت نبأ عن حصول إشكال بين قوة من الجيش اللبناني ومرافقي وزير العدل أمام قصر العدل في بيروت، والصحيح أن تلاسنا فرديا حصل بين أحد عناصر القوى الأمنية المكلفة بحراسة الوزارة وعنصر من الجيش، وقد تم حل الأمر ولا صحة لكل المعلومات التي ترددت في هذا الشأن. تجتمع هيئة مكتب مجلس النواب في هذه الأثناء في عين التين بحضور كامل الأعضاء باستثناء نائب رئيس المجلس فريد مكاري، وذلك للاتفاق على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة. تقرير مها ظهر. هل تنجح هيئة مكتب المجلس في الاتفاق على جدول أعمال يمكن رئيس مجلس النواب نبيه بري من الدعوة على أساسه إلى جلسة نيابية تشريعية؟ الثابت أن قوى 14 من آذار على موقفها من رفض جدول أعمال فضفاض على قاعدة تشريع الضرورة فقط في ظل الفراغ الرئاسي. ملتزمين بتشريع الضرورة، ونعتبر تشريع الضرورة 4 بنود، يعني أول بند أساسي هو موضوع انتخاب رئيس الجمهورية. بعد ذلك في 3 بنود على قدم المساواة، قانون انتخابات، الأمور المالية للدولة حتى منعية مالية الدولة، وإذا في أمور تخص الأمن، مش عم نحكي تمديد لقاضي أمنيين أو شيء، أمور بتخص الأمن، تسليح كذا. ما عدا ذلك نحن بنعتبر أنه هذا ظرف مش ظرف تشريع عادي.
ثلاثة عناوين قد تشكل خلاف بين كونها ضرورة أو لا. الأولى سلامة الغذاء التي تقول كوالرابع عشر من آذار أنها في أدراج مجلس النواب من 15 عاما، والثانية التمديد للقادة الأمنيين وهو أيضا ما لا تعتبره أولوية. وأما النقطة الثالثة فهي حق استعادة الجنسية اللبنانية التي تقول المصادر أنها تأتي في إطار قانون تجنيس متكامل. بموضوع سلسلة الطلب والرواتب نحن مستعدين معتبرينه من تشريع الضرورة من ضمن الموازنة، لأن هذا موضوع مالي، هذا من ضمن الموازنة. مشان هيك نحن يجي لسبب بسيط، أنه يبدو أنه معالي وزير المال حط كل ما تم الاتفاق عليه بلجان المشتركة قبل كموارد لسلسلة الرتب والرواتب حتى بمداخيل الموازنة، فصار طبيعي أن تكون السلسلة جزء من الموازنة. وفي حال وافقت هيئة مكتب المجلس على جدول الأعمال، فإن الرئيس نبيه بري بحسب مقربين سيدعو لجلسة عامة منتصف الشهر المقبل. بعد حادثة وفاة الطفل اليوسلوم في أحد دور الحضانة، وزارة الصحة تتجه لاتخاذ خطوات جدية وحاسمة في موضوع الحضانات وإجراءات السلامة الواجب اتخاذها لضمان سلامة الأطفال. تقرير جوانا نصر الدين. أكثر من 200 حضانة غير مرخصة منتشرة على الأراضي اللبنانية بحسب الإحصاءات الدقيقة الموجودة لدى وزارة الصحة ونقابة أصحاب الحضانات في لبنان. عدد كبير منها وجهت إليه إنذارات للحصول على الترخيص وإلا فالإقفال. رغم ذلك لا يزال أطفال يقعون ضحايا الإهمال والاستهتار، وآخرهم الطفل إليو سلوم الذي قضى في حضانة كلارينا إيزوي في عجلتون. وفيما أغلقت الحضانة أبوابها واصلت وزارة الصحة تحقيقاتها في الحادثة لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة. الحضانة هي بتاخذ الأطفال من عمر شهرين عمر 3 سنوات. من عمر شهرين عمر السنة الوزارة واضحة 10 أطفال رضع بده يكون معهم ممرضة ومساعد ممرضة لهم موجودة بالمرسوم تبولها. فوق السنة للسنتين كمان 20 طفل بالصف لا معلمة ومساعدة لها. من سنتين لثلاثة 20 طفل بالصف من مساعد لها. هيدا أكثر شيء ممكن، ولأنا بحكي لك من الأساس إنه هذا المرسوم هو أقل شيء ممكن بالنوع. القانون واضح، وهناك فرق واسع بين الحضانة وبين مدرسة الحضانة، والاثنتان بحاجة إلى ترخيص من وزارة الصحة والالتزام بشروط الترخيص بعد الحصول عليه، وإلا فعنصر الخطر على الأطفال يبقى موجودا. لكل 20 طفل بالنورم اللبناني بدهم مربية مجازي عندها شهادة ومساعدة لها. بكل دار حضانة متخصصة بده يكون في ممرضة مجازة بمهنة التمريض على الأرض اللبنية يكون عندها كمان خبرة. هودي عناصر أساسية. المديرة الحضانة بيكون عندها شهادة تربوية يا صحية يا ممرضة يا علم نفس كمان، أو إدارة أعمال تقدر تدير الحضانة بطريقة نموذجية. فالانفيرميير دورة كتير أساسية بالبوبونيير. هلا دورة كمان أساسية بكل الجاردوري، لأنه بتعطي هالعناية لكل الأولاد. بس كال بوبونيير بتنتبه كتير لكيف الولاد عم يشربوا حليب، كيف البوزيسيون ما تبعهم، يعني كيف قاعدين دهلهم على طول بده يكون مشغول لحتى ما يقدروا يستفرغوا. اذا استفرغوا ممكن يعملوا رفلو هو عباره انه يطلع الاسيد من المعده ويفوت باي ريه وممكن يتعرضوا لاي تشردو. يقول أبي نادر إن الشراكة مهمة جدا بين الأهل والحضانة في كل المواضيع لتفادي حصول أي خطأ من شأنه تعريض الأطفال للخطر. الحادث معقول يصير بأي حضانة، بس التعاطي مع الحادث هون شطارة إنه يكون الواعي وعنده فورماسيون الأشخاص الكافئين بتربية الطفل يعملوا بالحادث وبعد الحادث ودغري التعاطي مع الأهل وطبيب الأطفال اللي هو موجود بحماية الطفل. حادثة حضانة عجلتون تضع وزارة الصحة ونقابة أصحاب الحضانات أمام تحدي جديد، وقد علمت المستقبل أن الوزارة تتجه إلى اتخاذ خطوات جدية وحاسمة في هذا الموضوع. وزير الثقافة الإيراني علي جنتي جالى على عدد من المسؤولين اللبنانيين وأكد دعم بلاده للأمن والاستقرار في لبنان. أكد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران علي جنتي أن ما يحصل في المنطقة يستلزم جهودا مشتركة من كل الحكومات والشعوب المعنية من أجل استئصال جذور الإرهاب المتمادي، مجددا دعم بلاده للاستقرار في لبنان. كلام جنتي جاء عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بحضور وزير الثقافة رون عريجي والسفير الإيراني في لبنان محمد فتح علي. البحث تناول أيضا الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين في مجال تطوير العلاقات الثقافية والفكرية
والفنية. وأيضا عبرنا عن أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكما كانت دائما ستبقى على موقفها الداعم للوحدة الوطنية اللبنانية ولكل ما من شأنه أن يعزز الهدوء والاستقرار والأمن في هذا البلد الشقيق، ونحن نأمل بإذن الله تعالى أن نرى مستقبلا مشرقا وواعدا للبنان. الوزير عريجة أشار إلى أن البحث تطرق إلى التدمير المنهجي للأثار الذي تقوم به القوى التكفيرية في العراق وسوريا بهدف تهجير هذه المجتمعات وتغيير صورة المنطقة، معتبرا أن حوار الثقافات هو من الأساليب الأساسية لتخفيف الاحتقان. جنة التقى أيضا رئيس مجلس النواب نبيه بري مجددا أمامه دعم إيران للوحدة الوطنية اللبنانية وانفتاحها على مختلف مكونات هذا البلد. التقى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مساء أمس في معراب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على مدار ساعة ونصف. ناقش خلالها الطرفان ملفات عدة من ضمنها اقتراح قانون استعادة الجنسية. وقد شدد جعجع على أهمية هذا القانون لجهة استرجاع المتحدرين من أصل لبناني لهويتهم وانتمائهم، عدا عن مساهمته في عودة أكبر قدر ممكن من اللبنانيين إلى وطنهم الأم بعد طول غربة عنه. إلى ذلك أكد جعجع أن الحوار بين التيار الوطني الحر والقوات مستمر بغض النظر عما سنتفق عليه أو النقاط التي قد نختلف حولها، مستبعدا حصول انتخابات رئاسية في المدى المنظور نتيجة قرار استراتيجي لدى إيران بعدم حصول هذا الاستحقاق إذا لم تأتي بمرشحها إلى سدة الرئاسة. وأشار إلى أن الحل في هذا الإطار يكون عند حصول تغيير في موازين القوى. جعجع وفي حوار مع جريدة زحل الفتاة ينشر غدا ذكر أن رهان المسيحيين يبقى على الدولة اللبنانية وأننا لا نقبل سلاحا خارج إطار الدولة، وهذا ليس جديدا على أدبيات الرأي العام المسيحي لأننا كنا دوما مع ترسيم حدود الوطن ومع النأي بالنفس ومع حياد لبنان، لذا نحاول أن نقرب كل الفرقاء من هذه الثوابت. بعد الفاصل تتابعون. مقتل عدد من اليمنيين وجرح العشرات بنيران الحوثيين في مدينتي تعز والتربة. أهلا بكم من جديد. في اليمن قتل 8 أشخاص وجرح أكثر من 120 بنيران المسلحين الحوثيين الذين أطلقوا الرصاص الحي على متظاهرين مناهضين لهم في مدينتي تعز والتربة. لليوم الثالث على التوالي تظاهر آلاف اليمنيين ضد وجود الحوثيين في مدينة تعز الجنوبية، ولكن مسلحي الجماعة استهدفوا التحركات الشعبية بوابل من الرصاص الحي فأسقطوا عددا من القتلى وعشرات الجرحى. ووجهت المستشفيات نداء للتبرع بالدم من أجل إنقاذ عدد كبير من الجرحى. في المقابل بدأت القوات التابعة لجماعة الحوثيين التقدم نحو مناطق جنوب اليمن باتجاه مدينة عدن من محورين وسط اشتباكات عنيفة مع قوات الجيش واللجان الشعبية الجنوبية. الاشتباكات تركزت في منطقة سناح المدخل الشمالي لمدينة الضالع التي تعتبر أبرز معاقل الحراك الجنوبي، حيث تمكن المتمردون الحوثيون من اقتحام مقر الإدارة المحلية في الضالع، لكنهم تكبدوا خسائر لدى تصدي اللجان الشعبية لهم خلال هجوم على إحدى المدارس. ميدانيا سجل تحليق مكثف للطيران العسكري التابع للحوثيين في صنعاء، في حين اعتبر الحراك الجنوبي إعلان المتمردين الحوثيين التعبئة العامة بمثابة إعلان حرب جديدة على الجنوب، داعيا إلى التصدي لما وصفه بالاحتلال الحوثي. ودعا المجلس الأعلى للحراك الثوري السلمي لتحرير واستقلال الجنوب، دعا شعب الجنوب والمتقاعدين والمسرحين العسكريين والشباب إلى النهوض للدفاع عن أرضهم وقضيتهم وثورتهم والوقوف إلى جانب طلائع شعب الجنوب اللجان الشعبية الثورية والمقاومة الجنوبية. كما دعا المجلس إلى الاستيلاء على معسكرات الحوثيين وقواته الخاصة وأجهزته الأمنية الاستخباراتية وإسقاط المحافظين والمناطق. أعلنت مصادر في المعارضة السورية مدينة بصرة الشام منطقة عسكرية في درعا جنوب سوريا بعد تحقيق تقدم عسكري فيها، فيما أعادت السلطات التركية فتح معبر باب الهوى الذي تسيطر عليه المعارضة على حدودها مع سوريا، وذلك بعد إغلاقه منذ أسبوعين لدواعي أمنية. تقوم
تقدم ملحوظ حققه الجيش السوري الحر في محافظة درعا رغم إمكاناته العسكرية الضعيفة والقصف بالبراميل المتفجرة التي تتعرض له مناطق عدة في المحافظة. فقد أحكم الحر حصاره على الأحياء الخاضعة لسيطرة قوات النظام في مدينة بصرة الشام بعد تمكنها من قطع طريقي الإمداد الرئيسيين اللذين كان يستخدمهما النظام في إرسال أرتاله العسكرية إلى المدينة من محافظة السويداء القريبة. كذلك تمكن الثوار من توجيه ضربات متعددة لكتائب الأسد، وكان أبرزها إسقاط مروحية للنظام في ريف اللاذقية وقصف مراكز للنظام في مدينة إدلب تمهيدا لاقتحامها من ثلاثة محاور، فيما ردت كتائب الأسد بقصف جوي مكثف استهدف قرية الرامي بجبل الزاوية. في دمشق جددت قوات النظام قصفها لحي جوبر الذي يشهد اشتباكات عنيفة، كما ألقت البراميل المتفجرة على مناطق في أطراف مدينة دارية بريف العاصمة وسط مواجهات شرسة تشهدها جرود بلدة فليطة بمنطقة القلمون. القتال يسجل كذلك بين وحدات حماية الشعب الكردي وتنظيم داعش بالريف الجنوبي الغربي لمدينة رأس العين في محافظة الحسكة، حيث أسقطت الوحدات الكردية طائرة استطلاع فوق بلدة تل تمر قالت إنها لتنظيم داعش. ومع إلقاء كتائب الأسد البراميل المتفجرة على قرى بريف حماة ولاسيما على بلدة كفرزيتا، سجلت اشتباكات بين قوات النظام وتنظيم داعش في أماكن بريف حمص الشرقي وأخرى بين النظام والجيش الحر في أحياء عدة من حلب. وفي خطوة سلمية هدفها وقف البراميل المتفجرة التي يلقيها النظام السوري، أطلقت 85 مجموعة سورية تضم ناشطين سلميين حملة تدعى كوكب سوريا تطالب العالم بمساعدة على وقف استخدام النظام للبراميل المتفجرة وتساهم بتشجيع محادثات السلام كوسيلة وحيدة لوقف التطرف الذي أفرزته الأزمة السورية. بالعودة إلى أخبارنا المحلية، فقد انتهى منذ بعض الوقت اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب الذي انعقد في عين التينة. والمزيد تنضم إلينا عبر الهاتف مراسلتنا مها ظاهر. مها، إلى ماذا أفضى هذا الاجتماع؟ نعم، في الحقيقة ميرنا كان اجتماع مطول إذا صح التعبير، إذ استمر لساعة ونصف الساعة منذ الساعة الثانية وحتى الثالثة والنصف. وقد انتهى قبل قليل اجتماع هيئة مكتب المجلس برئاسة الرئيس نبيل بري وحضور الأعضاء بغياب الرئيس فريد مكاري، وقد تحدث باسم المستمعين النائب مروان حمادي الذي قال انطلاقا من مبدأ تشريع الضرورة الذي ساد منذ غياب رئيس للجمهورية، فقد قرر الرئيس نبيه بري توزيع مشروع جدول أعمال على أعضاء مكتب هيئة مكتب المجلس، وذلك لمراجعة الكتل التي ينتمي إليها هؤلاء الأعضاء إضافة إلى باقي الكتل السياسية، ليصار على أساسها بعد مراجعة الكتل السياسية الدعوة إلى اجتماع آخر لهيئة مكتب المجلس ليقرر على أساسه الرئيس نبيه بري ما إذا كان سيدعو إلى اجتماع هيئة عامة للتشريع. ولكن يعني هناك تكتم من كل أعضاء هذه الهيئة حتى هذه الساعة، وهم رفضوا الحديث عن مزيد من التفاصيل فيما خص أجواء هذا الاجتماع. ولكن بحسب المعلومات فإن الرئيس نبيه بري وزع مشروع جدول أعمال من 33 بند، وهو ما يؤشر إلى أن ذلك لا يتضمن فقط تشريع الضرورة وهو الذي تتمسك به قوى 14 من أذار، لجهة أن يتضمن تشريع الضرورة فقط انتخاب رئيس للجمهورية أو بحث في قانون انتخاب أو الموازنة والمتفرع منها سلسلة الرتب والرواتب. إذن حتى الساعة يمكن القول بأن هيئة مكتب المجلس لم تتوصل إلى أي اتفاق حول جدول أعمال، وسيصار إلى مراجعة الكتل السياسية في هذا الموضوع. نعم مها ظاهر، كنت معنا مباشرة من عين التينة. في دمشق التقى وزير الخارجية العراقية إبراهيم الجعفري رئيس النظام السوري بشار الأسد ووزير خارجيته وليد المعلم. وبعد المحادثات اعتبر المعلم أن زيارة الجعفري هي فاتحة لزيارات مقبلة، مبديا ثقته بأن العراق لن يوفر جهدا لكسر الحصار عن سوريا. من جهته قال وزير الخارجية العراقية أن الأخطار المشتركة التي تهدد سوريا والعراق تتطلب تنسيقا أعلى بين البلدين،
مضيفا أن المحادثات تناولت خطر داعش الذي تحاربه سوريا والعراق بالوكالة عن العالم. صدت قوات البشمركة هجوما لداعش غرب مدينة الموصل العراقية موقعة قتلى وجرحى في صفوف التنظيم الإرهابي، في وقت أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل العشرات من مسلحي داعش في مناطق متفرقة من الأنبار. سلسلة هجمات يشنها تنظيم داعش الإرهابي على عدد من المدن العراقية التي فقد سيطرته عليها لاستعادتها، آخرها هجوم صدته قوات البشمركة غرب مدينة الموصل وأوقعت 9 من عناصر داعش بين قتيل وجريح. مصدر أمني ذكر أن عناصر داعش شنوا هجوما من 3 محاور على مواقع لقوات البشمركة وسط اشتباكات اندلعت بين الطرفين. وفيما أعلنت مصادر عراقية أن مسلحي داعش يهربون عائلاتهم من الموصل باتجاه الرقة في سوريا، انفجرت عبوة ناسفة مستهدفة عربة تقل مقاتلين إزيديين قرب مجمع دهولة من ناحية سنون غرب الموصل، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر. وفي الأنبار أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل 58 مسلحا من داعش في مناطق متفرقة من المحافظة، في وقت أعلنت مصادر في قوات البشمركة إبطال مفعول 9 عبوات ناسفة، 2 منها معبأة بغاز الكلور زرعها داعش في بلدة كوير. هذا وكشف مصدر مقرب من القائد العام للقوات العراقية حيدر العبادي أن الأمور العسكرية في صلاح الدين باتت محسومة لتحرير المحافظة بالكامل، مشيرا إلى أن الإرهابيين محاصرون من كل المحاور. وأضاف المصدر في حديث للسومارية نيوز أن الأيام المقبلة ستشهد استكمالا للعمليات العسكرية لتحرير تكريت، في وقت توقعت مصادر دبلوماسية أن يطلب العراق من التحالف الدولي شن غارات جوية ضد داعش في تكريت. أعلن نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي أن فاعليات القمة العربية ستبدأ غدا باجتماع لوزراء الاقتصاد العرب لبحث الملفات الاقتصادية، على أن يلتئم الخميس اجتماع لوزراء الخارجية العرب لبحث الملفات السياسية. وأوضح بن حلي أن مقعد سوريا سيبقى شاغرا خلال قمة القادة العرب التي ستنطلق السبت المقبل في شرم الشيخ، بينما يرأس الوفد الليبي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والوفد اليمني الرئيس عبد رب منصور هادي إذا لم تحل أي تطورات دون مشاركته. أعلن الجيش الوطني الليبي عن إسقاط طائرة تابعة لميليشيات فجر ليبيا من طراز ماج 23 في منطقة الرجبان بعد قصفها لمطار الزنتة، كما قتل الجيش الليبي أهم قادة الميليشيات المتطرفة المدعو محمد العريبي في اشتباكات جنوب غربي بنغازي. دبلوماسيا، تحدث المبعوث الدولي إلى ليبيا برناردينو ليو عن حدوث تقدم في المفاوضات الجارية بين الفصائل المتقاتلة، وأعلن عن تمديد الحوار في المغرب ليومين إضافيين، متحدثا عن إمكانية التوصل للائحة أولية لحكومة وحدة وطنية نهاية الأسبوع الجاري. أرجأت السلطات التونسية إعادة افتتاح متحف باردو أمام الجمهور إلى موعد غير محدد بعدما كان مقررا اليوم، وأفيد بأن قرار التأجيل يعود لأسباب فنية ولوجستية وسط توقعات بأن يعيد فتحه يوم الأحد المقبل. ومن المقرر أن يكون هناك تجمع تضامني أمام المتحف قبل أن يفتح أبوابه مجددا. كذلك ستنظم حفلة موسيقى كلاسيكية إحياء لذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي الذي أدى الأسبوع الماضي إلى مقتل 23 شخصا. أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوثيقة مبادئ سد النهضة التي تم توقيعها بين مصر وأثيوبيا والسودان في الخرطوم. وقال السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأثيوبي إن هذه الوثيقة خطوة مهمة على طريق تعزيز العلاقات بين مصر وأثيوبيا، معلنا أن البلدين اتفقا على تعزيز العلاقات. دعا البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إنهاء احتلال مستمر منذ 50 عاما للأراضي الفلسطينية، مجددا انتقاده لتصريحات نتنياهو في هذا الشأن. وقال كبير موظفي البيت الأبيض دينيس ماكدونو: لا يمكننا ببساطة أن نتعامل مع هذه التصريحات كأنه لم يتم الإدلاء بها أبدا، أو كأنها لم تثر تساؤلات حول التزام رئيس الوزراء الوصول إلى سلام عبر مفاوضات مباشرة، مضيفا أن الولايات المتحدة لن تكف أبدا عن العمل من أجل حل الدولتين. بعد هذا الفاصل تتابعون
سلسلة رتب العسكريين بين كنعان ومقبل. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. السنيورة يكشف عن محاولات لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من قبل حزب الله. توقيف الإرهابيين عمر وبلال ميقاتي ومصرع 148 شخصا في تحطم طائرة ركاب ألمانية. في عكار أوقف مكتب معلومات حلبة في قوى الأمن الداخلي المدعو أحمد وليد الباشا السوري مواليد 1989 تلكلخ، وقد اعترف بقتل الفتى السوري وليد حلوم الذي عثر على جثته أمس في الكويخات شنقا بسلك حديدي. إطلاق القوى الأمنية المشتركة في مخيم الميومي في صيدا على أن يستكمل الانتشار في المخيمات كافة. بعد نجاح تجربة القوى الأمنية الفلسطينية المشتركة في تثبيت الأمن والاستقرار في مخيم عين الحلوة، أطلقت اللجنة المشرفة على أمن المخيمات في لبنان القوى الأمنية المشتركة في مخيم الميومية وقوامها 45 عنصرا وضابطا بقيادة العقيد الفتحاوي خالد صقر ونائبه من حركة حماس أحمد الخطيب، وتضم مختلف القوى الفلسطينية داخل المخيم. هذا القرار جاء خلال الاجتماع الموسع لقيادة اللجنة في مخيم الميومية بحضور ممثلين عن مختلف القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية. نحن اليوم سوف ننتشر في هذا المخيم بإذن الله، وسوف نستكمل الانتشار في مخيم عين الحلوة بالتساوي وفي مخيمات بيروت برج البراجنة وشتيلة. اليوم احنا مهمتنا كمان مزيدا من ترجمة هذا الموضوع على الأرض في المخيمات، أن تبقى مخيماتنا أن لا تتدخل بالشؤون اللبنانية وأن نكون عامل إيجابي في هذا البلد الشقيق وأن نحافظ على أمن المخيمات وأمن الجوار. ويأتي الانتشار في إطار تنفيذ خطة القيادة السياسية الفلسطينية بالتعاون والتنسيق مع الدولة اللبنانية. عرض الرئيس ميشيل سليمان في دارته باليرزل الأوضاع السياسية العامة مع رئيسة لجنة التربية النائب بهية الحريري، وللغاية عينها استقبل وزير الصحة العامة وائل أبو فعور. أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد لقائه وزير الدفاع سمير مقبل ووفدا من قيادة الجيش أنه لا يمكن وضع السلسلة على جدول أعمال الجلسة، وأن المطلوب هو إرادة سياسية، موضحا أن الجلسة كانت لشرح الملاحظات التي وضعتها قيادة الجيش إضافة إلى الوقوف عند معاناة العسكر والقوى الأمنية. ما حدا عم يجي يطرح طروحات قدامي، الطروحات ما حدا عم يطرح طروحات غير واقعية، وهيدي التضخيم يلي بيحصل بعض الأحيان بالإعلام حول أرقام كبيرة وأرقام خطيرة، هذا الكلام ليس له مكان على أرض الواقع. المطالب واقعية، المطالب تتعلق بتوحيد أساس الراتب، وهذا أمر طبيعي. يعني إذا ما بدنا نحكي بأنه وبيفهمونا يمكن سائر الأسلاك الإدارية والتعليمية وغيرها، بيفهمونا وقت منقول التضحيات اللي عم بيضحوها إخوتنا بالجيش اللبناني وبسائر القوى الأمنية كتير كبيرة، وبالتالي بتستاهل يمكن أكتر شوي من موضوع توحيد فقط أساس راتب. في إطار مواكبتها لتنفيذ قانون السير، زارت لجنة الأشغال العامة والنقل برئاسة النائب محمد قباني الحديقة النموذجية لتعليم مبادئ القيادة السليمة للأطفال في مدرسة المركزية جونية بحضور النواب معين المرعبي، قاسم هاشم، خالد زهرمان، خضر حبيب ومسؤولين في جمعية يازا. النواب أكدوا أهمية تعلم الإشارات المرورية ليتحول قانون السير إلى ثقافة مجتمعية تترسخ منذ الصغر لدى اللبنانيين كافة. هالولاد حقيقة يعني بيعلوا المعنويات، ويا ريت يا ريت الكبار بيتعلموا من الصغار. هذه التجربة الناجحة اللي عم نشوفها اليوم بالمدرسة مطلوب تطبيقها على جميع المدارس الرسمية والخاصة. تنمية الثقافة المرورية يجب أن تبدأ من المدارس، وأنا بعتقد المدارس كتير مهمة. في الشمال قطع أصحاب المحلات في محيط مركز المعاينة الميكانيكية في الفوار قضاء صغرتة
الطريق لبعض الوقت احتجاجا على الإجراءات المتخذة لتنظيم عمليات المعاينة الميكانيكية وعلى ازدحام السيارات أمام متاجرهم. أحال وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم 32 محضر ضبط إلى القضاء تتعلق بمخالفات حول انتهاء صلاحية مواد غذائية ومخالفات لأصحاب مولدات الكهرباء ومخالفات لمحطات وقود من مختلف المناطق وغيرها من المخالفات. في اليوم العالمي للسعادة احتل لبنان المرتبة الثانية بعد المئة، فماذا يقول اللبنانيون في هذا اليوم؟ تقرير معتصم حميدو. لا يمكن اختزالها بضحكة أو اكتسابها بالنقود، إنها السعادة التي تبعد أشواطا طويلة عن يوميات اللبنانيين بعد انسحابها من الشوارع والبيوت ليحتل من خلالها لبنان المرتبة الثانية بعد المئة عالميا عبر دراسة أجريت حول أكثر الدول سعادة في اليوم العالمي للسعادة، السباق للبحث عن العيش الكريم، ذلك ما يتطلع إليه اللبنانيون لكن من دون نتيجة في ظل غلاء الأسعار مقابل عدم الحصول على مقومات الحياة الأساسية من الدولة. تمام، كله كهرباء ومي والبدك بدك كله تمام. لا شوف very good. لا لا اكيد ما في سعادة. انه عم تقول انه لبنان 102 من الحرب ومن الاوضاع السياسية ومن الستريس اللي عاملينه العالم. هل الشعب اللبناني مبسوط؟ اكيد، ما الرانك 102، انا بدي لك انه انت عم تقول لي 102 مش هيك؟ ايه يعني كثير سعيد الحمد لله. لانه ما في ديمقراطيه بلبنان، يعني هيدا اقل سبب. نحن على طول اخر شيء، نحن لبنان على طول اخر بكل شيء. بعد الفاصل تتابعونا في الاقتصاد. عفوا مشاهدينا، ننتقل مباشره الى لاهاي لنتابع مجريات المحكمه الخاصه بلبنان.